هل الحياة صعبة؟ يعني ممكن البعض يعني ممكن أجدادنا وأبائنا وممكن ما زالوا في ناس زي ما تفضلت أنت رشيد، هل الحياة هناك صعبة مقارنة خصوصا أنك عشت الحياتين؟ والله ماني بشوفها صعبة، بالعكس تعيش أخوي تعيش ببساطة، أي شيء طال عمرك يخليك سعيد، أي شيء يعني إحنا طال عمرك ما تعيش الحياة هناك طال عمرك، نحن كل يوم في ديرة، إحنا تخيل إحنا كل يوم يتنقل، ولا جوالات ولا شيء، لا جوالات موجودة كل شيء، شبكة فيها، في شبكة، في أيام نمر عليها بدون شبكة، بس ما هي بشيء أساسي يعني، ما هي بشيء أساسي الشبكة، ما هي بشيء أساسي، بس في مرات نأخذنا بالأسابيع بدون شبكة بدون جوال، إذا نبي الجوال رحنا للديرة عشان نتكلم. طيب وش الشيء اللي لقيته في الحياة هذه وفقدته في حياة المدن؟ الهدوء والراحة، راحة البال. جميل. هناك طال عمرك ما تشغل عقلك بشيء، ما تشغل ذهنك بشيء، ما تفكر إلا في حلالك وتفكر وين بتروح وين حولك حواليك، وهناك طال عمرك كل يوم نتنقل. يا سلام. ما حنا بنثبت في مكان، هذا يعني كل يوم أنت في ديرة. عايشين قصة. يعني يمكن حنا حركنا من الرماح تشوفنا. يعني كل يوم تشوف تضاريس مختلفة. كل يوم المكان. كل يوم مكان غير، كل يوم تعرف، كل يوم تزيد معرفتك في. طيب الناس. يا أخي ما فيها صلف. لا فيها صلف، صلف فيها صلف. فيها تعب، فيها شل شبوك، لكن تحب الصلاة، لكن صلافها شيء شيء شيء، يعني اقول لكم مثل لعب الكره هنا يستمتعون فيها، احنا نستمتع في شل شبوك، نستمتع. طب نبي نعرف المشاهدين بمعنى الصلاف. الصلاف طال عمرك انها يعني انك تواجه تعب وانت في شطه، الشطه بعد يبي لها تفصيل. اي يا ليت برضه يعني انك كنت تواجه تعب وتواجه يعني شل الشبوك وشل ذا، هذا تعب صرف، انك يومك كله وانت تشل وتحط وتروح تحرك تجي. يا سلام. وش اكثر شيء تحبه في البر؟ عطني شيء كذا، يعني مثلا اعرف واحد بس انه يعني يسكن في المدينه لكن يقول انا عندي نهايه كل اسبوع لازم اطلع البر واطلع لي فوق راس طعس يا طويل العمر، هذا يوم الخميس ثابت عندي، واشوف منظر الغروب، انا ياسرني هذا المنظر واشتريه بفلوس. بالعكس فاقعد انا اتخيله واقعد استمتع فيه. انت وش الشيء اللي بالعكس الغروب؟ احنا ما نبدا الغروب، الشروق تضيق، الشروق هذا افضل وقت في البر، خاصه اذا قدك ايام ربيع ايام شتاء، ترى الصيف احنا نعاني الصيف صعب انك تمشى وتروح تدوج في الكرفان وعليك بكيفات، صعب انك حتى ما تنقل يجي لك مكان ثابت لانه صعب تمشي في ذا الحر وتروح قيب 50 درجه حراره وين تروح، لكن افضل ايام انها اشتاء طال عمرك خيمتك وشبت النار. يا سلام. وجدك عندك وابوك عندك طال عمرك وتحلب من البل وعقب صلاه الفجر شبت النار طال عمرك وقهوتك تسوي قهوتك تسوي لك قرص جمري، هذه احلى حياه عندي اعيش. تخيلت. ذكرني يا خالد السنه الجايه انه ليس جاي تو الجو زين. لا 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 احنا لسه في رمضان البرنامج في صباح المجد نبث من هناك، نستضيف رشيد ونخلي اللوكيشن ما هو هنا، نخليه في راس طعس. والله لو انا لو اني اقدر، اذا عندكم امكانيه انكم تقدرون تنقلون بث مباشر عندي هناك عند البل، ابي بس بث مباشر، ولا تسجلون التسجيل وين انت في الدهنه ولا وين؟ اذا الحين في حول الشمال حفر الباطن هنا، لكن لو انا والله العظيم اني اضمن لكم نجاح، اضمن لكم ان فيه شيء بتظهرونه قدام المشاهدين، ان يتمنى المشاهد انه يعيش هذه اللحظه مع شروق الشمس طال عمرك ويوم تصلي الفجر وشبت النار طال عمرك، حياه حياه والله انها حياه. ذكرتني قد رحت انا المنطقه قبل حفر الباطن اسمها ام الجماجم. اي ام الجماجم، وفيها سبحان الله خزامه على مد النظر. فعلا المنطقه تشتهر هناك بالخزامه بشكل كبير. سبحان الله. طبعا اول ما تصحى من النوم تشم ريحة الخزامة لا إله إلا الله مع المطر، فكانت من أجمل الأيام هي. لكن ودي برضو نشوف جبر. والله إن رشيد دخلنا جو مع شرح. أي والله أنا لكن أنا يطول عمر السلامة يمكن أختلف معه في شيء، أنا ما أحب يعني يكون يعني بعيدا عن المدينة فترة، يعني صح لابد أنك تروح تصفي ذهنك، ترى ضجيج المدينة والروحة والجية ترى شوي يشغلك الذهن، بس إذا طلعت البر وتمشيت وغيرت جو يصفى ذهنك. صحيح. ترجع وأنت بطاقة. يا سلام. بس ما تكون يعني فترة، ما تطول يعني بالكثير 3 أيام يومين.
يعني تفضل حياه المدن عن حياه ما 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 افضلها بشكل عام. انا اي بس اقول لك انا احب الحياه اللي احب الاماكن اللي فيها ناس يتحرك، احس يعني احس يعني ان لابد ان لازلنا في حياه، يعني لما شفت الناس قدامي اللي يتسوق واللي يشتري واللي ارتاح. ما تزعج من الازعاج الضوضاء اللي في انا بطراه. بما ان قربنا يوم عيد، انا افضل ايام عندي في السنه قبل يوم العيد بثلاث ايام كذا، ايام التسوق كان بالبيت اللي هي الايام ذي، الايام هذه اطلع اروح اتمشى تلقى الناس يشتري يشتري واللي ياخذ واللي، تحس يا اخوي بطعم العيد صح، تحس بلذه الحياه. في نفس الوقت ودك تاخذ يعني فتره نقاهه يعني. نقاهه يعني تطلع تروح تصفي ذهنك وترجع بطاقه للحياه، اما انك تروح تصد مره واحده ما اشوف انها